تحيط بهم الأوهام والتصنيفات الخاطئة لمسارهم وطريقة علاجهم. دماغ الإنسان لديه بلاستيسيتي ومرونة. مع مدير مركز أبحاث التوحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور هشام الضلعان. أرى دوري هو الاعتماد بالأساس على تدريب الأسر، كيف أعرف الأخصائي، كيف أنا أعيد تقييم الطفل، مشكلة تواجهني أنا كأخصائي عندما أقول طفلك عنده اضطراب طيف توحد. ما هي الأولوية بالنسبة لعلاج المصابين بطيف التوحد في المملكة العربية السعودية؟ بالمختصر، غداً 8 بتوقيت السعودية على MBC 1.